نتجه الآن إلى سوريا لنستمع إلى تلاوة المتسابق نورس عدنان طالب، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نورس عدنان طالب من سوريا، أقرأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. كان هذا المتسابق نورس عدنان طالب من سوريا. كلمتكم شيخنا لنورس. بارك الله فيك يا ابني، وواضح أنك درست وتدربت وأتقنت، لكن الجيم عندك على حدود، ما حقول لك كدال حتى ما أظلمك يعني، لكن على حدود. عرفت شو على حدود؟ الجيم من هنا من وسط اللسان، يعني أنت على آخر وسط اللسان، قريب من قربت من الدال، أكثر من هيك تطلع قريبة من الدال. انتبه لكلمة الرجيم، أجمعين، الجحيم، كل هذه الكلمات يعني على الحدود. قل هكذا: الرجيم، أجمعين، الجحيم، وزوجناهم جي. لا تقترب من منطقة طرف اللسان، لأن طرف اللسان مكان مين؟ مكان الدال. رأسه، شوف ابني، را را، فخمنا الراء، أليس كذلك؟ طيب را، الآن لما تقول را الفم منفوخ هكذا من شان الراء، را را، على طول بترجع بلطف إلى الوضع الطبيعي حتى الهمزة ما تخرج مفخمة. رأسه، ولا تقول رأسه، تبه يعني. بارك الله فيك، هذا لا يقلل من إتقانك، بارك الله فيك وفيك بارك شيخ الكريم. شكرا لك أخي نورس عدنان طالب من سوريا.